السلام عليكم، صباح النور البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله نهار جديد وفلوغ جديد. اليوم البنات صباح الحداقه، عمرت بريد ديال اتاي كما كتشوفوا، صيبت البطبوط، درتو بالزبده، غندير عليه عسيله. هادشي اللي تشهيت هاد الصباح باش نفطر. المهم هانتوما معايا، اكيد غدوزوا معايا نهاري كامل اللي درتها، اكيد غنبارطاجيها معكم ان شاء الله. العشيه ان شاء الله غادي نخرج، عندي ما يتقضى على برا، ودايره حتى مع جميله سيدي اللي كتبي لي زارتيكل ديال اكسيون. والله البنات زعما بالنسبه للناس اللي كيقولوا لي لا راه ما كتجاوبش، هذا حاولوا انكم تبقاو تصيفطوا ليها في يعني اتصلوا بها الا جاب بلا ما جاوباتكمش في الواتساب. كي كنقولوا الله يحسن العوان، كما قلت لكم راه عندها وليد اللي هو صغير ويديها بوحدها، يعني راه صعيب عليها. وتبارك الله كيكونوا الناس كيعيطوا بزاف، يعني كاينين شي وحدين كيقول لي لا راه ما كتجاوبناش. هذا كما قلت لكم الا جاب بلا ما جاوباتكمش في الواتساب صوني وليها، حيت هذيك السيده الله يعمرها دار. انا زعما تقريبا ولات صاحبتي، كي غادي نقول لكم انا اصلا ما كنصاحبش مع الناس بزاف، يعني الا شي واحد اللي عرفتو يعني بحال راسي كي كنقولوا شي واحد اللي الله يعمرها دار. داكشي علاش كنشكر لكم ديك السيده، لا من ناحيه التعامل ديالها لا من ناحيه كل شيء كما قلت لكم، حيت انا وليت يعني من الناس اللي كنعرفهم مزيان مزيان. هذا ما كان غادي ندوز دابا باش نفطر، واكيد غادي نبارطاجي معكم اي حاجه خديتها العشيه، وفين ما مشيت غادي نتيكم معايا بحال ديما. المهم البنات، انا هذا المقطع هذا اللي كتشوفوا كنت مصوره فيه الصوت، جيت دابا كندير المونتاج لقيت الصوت ما كاينش، داكشي اش غادي نشرح لكم دابا. كما كيبان لكم انا هنايا جيت عند جميله، غير فطرت وقلت لها ما نحيدها في الصباح، حيت راكم عارفين النهار قصير دغيا كيطير. اصلا جيت على ودات الطبيلات كما كتشوفوا غزالين يا البنات، كيحمقوا، كانوا كيبانوا ليا في التصاور صغار، بالحق راهم كبارين. غناخذ الكري ان شاء الله، وغادي نجيب لكم دويره باش تشوفوا اشنو كاين عندها. عجبني حتى هاد البلاطو كما كتشوفوا، اللي نقدر نستعملوه في بزاف ديال الحوايج غزال ديال اكسيون، ما عنديش كاع بحال هاد الشكل بحال هكذا مدور، غادي ناخذ منه واحد. المهم بالنسبه للسلعه كما قالت لي هي مازال ما دخلتش بزاف، يعني كاين عندها شي حوايج قلال، عاد غادي تدخل ان شاء الله السلعه. صراحه حمقوني حتى هاد اللعبات اللي نوريكم دابا، شفتوهم اللي فيهم هاد لي فيغين، هادو فيهم هادو اللي كتقدروا تحطوا فيهم يا اما لي صوص يا اما سلطه فخوي يا اما المهم بزاف د الحاجات، المقبلات يعني تقدروا تحطوا فيهم شحال من حاجه. كيبانوا غزالين وراقيين في الشكل ديالهم، انا عجبوني غادي ناخذ منهم. صافي. المهم كما كتشوفوني كنحاول اني نوريكم كاع داكشي اللي كاين عندها. كيبانوا لي هاد لي طاسه هما زوينين على ود هكا كافي نوار، الا كانت عندكم الماكينه ديال القهوه في الدار او لا. هذا مكان. المهم غادي نمشي دابا للدار باش نتغدى، عاد من بعد نخرج العشيه ان شاء الله، واكيد غادي نديكم معايا فين ما مشيت. حنا البنات يلا خرجت، ما عرفتش كتسمعوني ولا لا، كاين صداع، ما باقي صورت لكم والو من الصباح. اصلا مشيت قضيت الغرض مع جميله في الصباح، مشيت جبت عندها دوك لي زارتيكل حتى نرجع ان شاء الله العشيه غادي نبارطاجيهم معكم. دابا غادي نمشي لسوق الحد باش نتقدا هكذا شي لبسه لبنتي. صراحه بيني وبينكم انا حنا مالفين زعما في ذكرى المولد النبوي، راه هادي راكم عارفين غير ذكرى زعما ماشي شي عيد اولا، ولكن مالفين هكا تربينا ما عرفتش، يعني ديما الوالده كتكسينا كتشيلنا حوايج، كنديروا صله الرحيم، كتجي عندنا العائله، يعني هكا انا تربيت على هاد العادات وهاد التقاليد بقيت عليهم. غنمشي كما قلت لكم باش ناخذ لبنتي شي لبسه، ناخذ هكا شويه الفاكهه داكشي اللي غادي يخصني وصافي. غادي نعيط لما اللي ندير باش يدوزوا معايا هذاك النهار. ايوا صافي، هذا مكان. المهم ها نتوما معايا العشيه اللي درتها، اكيد غادي نشاركها معكم بحال ديما ان شاء الله. البنات كاينه في سوق الحد دابا، جيت باش ناخذ لبنتي شي تويقيه، حيت صراحه كيجي البرد في داك الصباح، راكم عارفين دابا كدير برد الحال، خصوصا في يديها، ناخذ لها شي تويقيه وليكا وكشكول ديالها. وبغيت نوريكم هذا الموديل، عجبني صراحه زوين الشكل ديالو، كاينه في نوار كاينه في بزاف ديال الوانات، الثمن ديالو مقدار شي 80 درهم. انا رجعت لكم البنات، يلا دخلت للدار بدلت حوايجي، وقبل ما نقاد هاد السميت هاد السميت اللي وريتكم قبيله عن جميله، هاد الطبيله قلت نوري لكم اشنو تقديت. المهم اول حاجه خديت هاد الطبيله هادي اللي وريتها لكم قبيله، المهم حتى المونطاج عاد نوريها لكم دابا. وخديت هاد البلاطو هذا اللي كيجي الشكل ديالو كبير صراحه، يعني يهز لكم بزاف، يعني تقدروا تحطوا عليهم يا اما الديكورات يا اما المملحات يا اما الصابلي الحلوه، يعني متعدد الاستعمالات كي كنقولوا. صراحه بيني وبينكم هاد البلاطويات ديال اكسيون انا صدقوا لي زوينين، حيت كاينين دوك عندي دوك الطوال، وهادو راه تقريبا نفس لاكاليتي وكلشي، شتو كي دايرين من هنا. انا خديتها
فهاد الدوغي فهاد لارجونتي هذا كاين عندها حتى في البيض صراحة، عجبني الشكل ديالو. وخديت هاد جوج فيزان هادو، اول واحد كيجي بحال هكا، المهم بجوجهم بحال كما كتشوفوا، عجبني الشكل ديالهم. واخر حاجة خديتها اللي هما هادو ديال هكا اللي كتقدروا تحطوا فيهم بحال هكا اللي انت كديري لهم مقبلات، ولا ديروا فيهم لي صوص، ولا ديروا فيهم سلطه فخوي، او ديروا فيهم يعني صراحه الزويون الشكل ديالها كيجيو فيهم هكذا المعلقات. تنحلها حتى هي تشوفوا. واخا ديجا راه صورت عليكم فاش كنت عندها تما. صافي البنات هذا ما كان، غادي ندوز دابا باش نوجد لراجلي واحد الكويس ديالها تاني، نحط ليه الكوتي ديالو قبل ما يدخل للخدمة، الخدمه يدير الكوتي، وغادي نشارك معكم. كنتسنى حتى خواتاتي غادي يجيو، غتجي غزلان وغتجي فاطمه. وغادي نشوفوا اشنو غادي نديروا بالنسبه للعشاء. والمهم هانتوما معايا اللي درتها بحال ما اكيد غادي نبارطاجيها معكم ان شاء الله. دابا بدينا كنوجدوا العشاء البنات. قلت لكم غادي عندي فاطمه وغزلان، يلا جاوا جيبوا معاهم. شوفوا شنو جابوا معاهم. جيبوا معاهم الحوت السردين. والله العظيم الا شحال هادي ما كليناه. قلت لهم درتو خير فاش جبتو هني. هو اللي غادي نصايبو بالنسبه للعشاء. انا غادي نصايب هنايا واحد لا صوص ولا سلطه ولا ما عرفتش سميتها، غندير فيها الخيار محكوك، وندير فيها دانون طبيعي، واحد شويه ديال الثومه، شويه ديال البزار، وشويه ديال الملحه. كتجي زوينه صراحه. ما كي صافي غادي نقشر الخيار هنايا. خلاص السردين بلا ما نقول لكم شنو فيه، راه الشرموله ديال السردين شي حاجه اللي هي معروفه وكل واحد كيفاش كيدير ليها. حنا كنديروا الشرموله التقليديه العاديه ديال الربيع معاه مع العطريه ديالو الحامض، صافي كيجي صراحه زوين على هذه الطريقه. والبصله كنديروا فيها البنات حنا بصيله مشلضه رقيقه، كتجي بنينه معاه، كتجي زوينه. البنات نسيت ما قلت لكمش، فاطمه راه حلات لكم قناه، دابا نخلي لكم في صندوق الوصف. بالحق مازال ما حطيت حتى شي فيديو. يلا غدا 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 ان شاء الله غتصور لكم اول فيديو في القناه. كنتمنى انكم تشجعوها وتدعموها وتدخلوا عندها وتقولوا ليها بلي راكم جايين من عندي. المهم غنخليها لكم في صندوق الوصف. قولي لي شنو غديري في هذه القناه اختي. شنو غديري في هذه القناه؟ غندير لي فلوغ، غندير وصفات حياتي اليوميه. اها المهم كاع داكشي اللي كنعرف ان شاء الله غنوري لكم، بارطاجي معكم كلشي. راه حاد كاع البنات عندها مع لي غوسيت وداكشي، نوريكم شي وصفات زوينين. الاقتصاد اييه. دابا اللي بغى الاقتصاد يبقى يدخل عند فاطمه اختي، غدير لكم الاقتصاد. زيديني واحد الخياره فوزيه كما قلت لكم البنات، غدير لكم داكشي ديال الاقتصاد. هو الاقتصاد زوين. الله اكبر. نعم بنتي. نعم. يلا تشربي حليب باش تمشي تنعسي. على الناس كيشربوا حليب بالشوكولا بالليل. حنا غادي نتعاونوا على العشاء باش دغيا دغيا نساليو. راكم عارفين العوين زوين، دغيا نساليو. انا بدا كناكل وكندير في نفس الوقت. هكا كذاك الخيار كما كتشوفوا، المهم البنات غادي نزيد هذاك دانون طبيعي على هذاك الخيار اللي حكيت. وغادي ندير معاه واحد شويه ديال الثومه، الا كانت عندكم الثومه الاخرى اللي سميتو ديروها، انا كاين عندي غير هاد المجففه هي اللي عندي. الفريشك اللي قالت لكم فوزيه اللي قالت عيشه صافي مش فوزيه. غادي ندير واحد شويه ديال البزار، وغادي ندير واحد شويه ديال الملحه.
صافي وغادي نخوط هاد الشيء. كتجي البنات الغزال هاد الصلصه هادي كتجي بنينه. بنينه كما قلت لكم كتجي صراحه زوينه. انا غادي نزيد عليها واحد شويه ديال الدانون بان لي قليل. ما كديريش فيها السكر؟ لا تجي مالحه ما كتجيش حلوه. تيلا ستي السكر كيبغي الحلاوه. ولا السكر ما غاديش ديري الثومه ما غاديش. ما ديريش الثومه غير دانون سوس وخير السكر. يو بدل ما ديري دانون السوس وسنيده ديري دانون حلو. لا دانون السوس وسنيده هذوك الكويسات البنات هذوك الكويسات اللي جت قبيله اللي خليت قبيله عند جميله. بعدا راه هاد المعلقات ديالهم ديال الحديد شفتوهم بحال هكا صراحه زوينين. غادي نعمر فيهم ديجا غسلتهم. انا غنبدا نعمر في هاد الكويسات كما قلت لكم. ودابا البنات غادي ناخذ واحد لافوكا تكون طايبه شويه كما كتشوفوا. غادي ندير بها واحد هاد الصلصه اخرى. غادي نمسها حتى نشوف رشته. غادي نمسها مزيان. غنزيد عليها بعدا واحد شويه الحامض. هي اصلا زعما نورمالمون كيدار مع واحد التوابل بالحق انا ما كاينينش عندي. انا غندير معها غير شويه الحامض وشويه ديال البزار وغادي نرفقها مع لي شيبس. كتجي بنينه. هاد غير من الحبقه غير واحد شويه البزار. هاهو عشانها يلاه وجد كما كتشوفوا. بالنسبه لهذيك سلطه فروي درت مع حطيت هنايا واحد شويه ديال دانون ديال المونغ درته هنايا وخلطته حتى مع الديسير. درت معهم واحد شويه حطيت واحد شويه ديال الديسير. هادو البنات لي سوشي شاطو لينا من ديال البارح اصلا ما كملناهمش كاملين حيت كانوا كثار. وهذا السردين كيشهي بيني وبينكم عرفتي راه شحال هادي ما كليتوش. من احسن 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 حوت عندي هو السردين كنحماق عليه خصوصا بحال هكا مقلي. انا اليوم غتعشى وليليها ليها. دارت فاطمه هنا واحد شويه الدنجال وواحد شويه ديال البطاطا فورتها ودرت معها شويه ديال غير الكمون والملحه. وهنايا هذيك لا سالاد ماشي هي سالاد ولا صوص ولا المهم ما عرفتش. انا زينت واحد شويه ديال الخيار قطعته من الفوق وزينت حتى واحد شويه ديال الرمان. هذه ديك لافوكا اللي قلت لكم غادي نرفقوها مع لي شيبس. جربوا البنات هاد لافوكا مع لي شيبس راه كتجي بنينه. هذا مكان هكا كتجي طبيلتنا. المهم كما قلت لكم راه ماشي ضروري تحطوا ما نعرف شنو يعني غير شي حاجه بسيطه تقدروا غير الا كنتو زعما تحطوا كل حاجه في بلاصتها وترتبوا زعما الماعن كل حاجه شنو تجي مع مع اختها راه كيبان داكشي متول وزوين. كما كتشوف تما راه السردين ما كاينش شي واحد ماشي في امكانه انه يشري السردين. اي واحد كنظن كيقدر يشريه
والبطاطا والدنجال خلاص على الخضرة راها تبارك الله موجودة عندنا في السواق وبثمن اللي هو رخيص الحمد لله. حنا في المغرب راه المسكين يعيش وزعما كلشي يقدر يعيش بشي حوايج اللي هما بساط بزاف. هذا مكان حنا غادي نجلسو باش نتعشاو دابا ونتلاقى معكم من بعد ان شاء الله. البنات انا رجعت لكم بعد ما تعشينا وجمعت الدنيا وطلقت واحد شويه البخور كما كتشوفوا هنا باش هكذا تحيد الريحه ديال الحوت من الدار وتبقى واحد الريحه اللي هي زوينه. ومن هنا نوريكم هاد الطبيله اشنو درت فيها. المهم بعدا انا ما عرفتش واش واضح لكم زعما قداش هي، راه ماشي صغيره البنات، ماشي من دوك الطبيلات الصغار راه كبيره. شوفوا غير شحال هزه، يعني فخمنا غيبان لكم باللي راها كبيره. شتوها هزه ليا هاد البلاطو هذا اللي فيه في المبخره هنايا، دايره فيه هاد الفاز، دايره فيه هاد البخور هذا. انا اليوم طلقت هذا ديال شمس الامارات، هو اللي تلقى كيعطي ريحه غزاله، فيه هادي فيه الشميعات. وبالنسبه لتحت درت فيه دوك العطور العربيه كما كتشوفوا اللي كاينين عندي، ودرت فيه سميتو داك البخور ديال المعجون الشيوخ اللي كاين عندي تما. صراحه عجبني الشكل ديالها، زوينه، كاينه في هاد اللون وكاينه في البيض. راكم شفتوا معايا قبيله عند جميله فاش كنت عندها صورت لكم حتى البيضه. من الحق قلت انا عندي طويبلات هكذا بيضين بزاف، اللهم ناخذها في الكري. صراحه انا عجبتني وخصوصا انها كبيره، جات في هذا الكوان جات زوينه، حتى تعطوني حتى نتوما الراي ديالكم وتقولوا لي كيفاش جاتكم. وبالنسبه لهذوك الفيزان الاخرين اللي خديت عند جميله نيت حطيتهم على هذا الشكل، صراحه هما جاو زوينين، جاوني مواتين مع اللوانات اللي كاينين عندي في الصالون كما كيبان لكم. درت فيهم هذاك الورد بحال هكاك. وبغيت نوريكم حاجه واحده اخرى بغيت نشاركها معكم، اللي هما هاد لي بواط هادو كما كتشوفوا هنايا. غادي تقولوا لي علاش خديتي ثلاثه، انا غنقول لكم البنات خديت ثلاثه. هذه بغيتها حيت كما قلت لكم قريب ذكرى المولد النبوي، وغادي خصني شي حاجه باش نحط الحلوه، شي حاجه هكا اللي تكون زوينه. انا بيني وبينكم ديما كيعجبني هكذا شي حاجه تكون جديده تكون زوينه. عندي البلاطويات ولكن هادو شي حاجه اللي سبيسيال، يعني شي حاجه اللي ما عنديش كي بحالها كاع في الدار. خديت منهم ثلاثه كما كتشوفوا سيري، يعني سيري كيمشي كي بحال هكا. هادو يا البنات غزالين، غادي تشوفوا من بعد فاش يعني فاش نحطيهم الحلوه. هادي بحال دابا هادي بغيت على ود الحلوه، يعني ندير فيها الصابلي اولا. هادي غادي ندير فيها التمر معمر، وهذيك الاخرى غادي ندير فيها الشوكولاط، يعني حتى نعمرهم غتشوفوا الشكل ديالهم كيفاش كيجي. اصلا 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 غزالين، شي حاجه اللي مخدومه متقونه كما كتشوفوا، كيجيو بحال هكا سميتو ديالهم كيجي بحال هكا ترونسبارون، يعني ما كتحسوش بهم دوك شي حاجه اللي هي سواقيه. غادي نوريكم هنا البنات راه ديال الدان، ماشي شي حاجه كما قلت لكم هي سواقيه، فيهم هاد الرجيلات بحال هكا. غزالين غزالين، حاجه اللي راقيه وتحمر لك وجه قدام ضيافك الا جاو عندك. انا بالنسبه ليا عجبوني بزاف هادو البنات، لقيتهم عند واحد السيده كتبيعهم في واحد لاباج، ودومونديتهم من عندها السيده، دومونديتهم من عندها السيده، ما كايناش هنا، كاينه في تيزنيت. غادي نشارك معكم هذا النمره ديالها، ماشي للاشهار كما تنقول ديما، غير حينت انايا يعني فاش كتعجبني شي حاجه كنعرف ان كاينين البنات اللي عندهم نفس ذوقي، يعني كيبغيو يشريوها كيبقاو يسولوني في لي كومونتير. يعني باش نختصر بزاف د الحوايج كنحط لكم النوامر ديال الناس اللي انا كنتقدم من عندهم، كنحط لكم كاع لي كونتاكت ديالهم باش الا عجبتكم شي حاجه كنوريكم العنوان بالضبط فين تمشي اولا فين تقدروا تاخذوا اولا. هادو كما قلت لكم انا عجبوني بزاف، الناس الدواقه غادي يعجبوهم. بيني وبينكم راه كيجيو غزالين، عرفتي كاع مباشره راه زعما شي حاجه اللي هي راقيه، ما كاينش عندها غير هاد الشكل البنات، كاين اشكال متعدده ومختلفه، كاينين الكبار كاينين الصغار كاينين اللي سيري بحال هكا. بحال دابا هذا داير 700 درهم، ولكن بيني وبينكم والله العظيم الا كيستاهل الثمن ديالو. انا بالنسبه لي غناخذ ثلاثه، راه ما عرفتش بعدا واش واضح لكم قداش هذا، راه كبير هذا، راه غيهز لكم اش نقول لكم اكثر من كيلو د الحلوه غيهزها لكم، هذا غيهز لكم اكثر من نص كيلو، كيلو الا ربع تقريبا ديال التمر معمر. المهم راهم كبار بواطات اللي عاطين العين، كتحطهم في الطبله كيبانوا. انا كما قلت لكم المهم انا بالنسبه لي الذوق ديالي اولا الناس اللي عندهم نفس ذوقي اكيد غادي يعجبوهم. ما كاينش كما قلت لكم غير هذا الشكل، كاين اشكال متعدده ومختلفه، كاين هكا، كاينين الاوفال، كاينين الدايرين، كاينين اللي المهم كاين فيهم اشكال. يعني غنحط لكم انا الانستغرام ديال السيده، جيبوا دويره عندها شوفوا شنو كاين، ضربوا طليله شوفوا داكشي كيفاش. كما قلت لكم غزالين بزاف، واحسن حاجه عجبتني هو ان السيده يعني شي حد اللي ملي كيقول لكم غنصيفط لكم اليوم كيصيفط لكم في نفس النهار، ماشي شي حد اللي كيجرجر،
عجبتني صراحه، عجبتني الطريقه ديال التعامل ديالها. كتصيفط ليكم في الوقت، الحاجه كتجي اونباليه مزيان مزيان، فهمتوني؟ كنشكرها حيت كتستاهل الشكر كما قلت لكم، ماشي على ود شي حاجه اخرى، حيت انا داكشي اللي شفت بعينيا. فاش درت معايا النهار صيفطتهم ليا، النهار فاش درت معايا ولقيت فاش درت معايا صيفطتهم ليا، كان داكشي اونبالي مزيان الحمد لله، ما وصلونيش مهرسين ما حتى شي حاجه كما كتشوفوا، وانا عاجبني بزاف. داكشي علاش قلت ضروري نوريهم لصحاباتي، نوريهم لكم وتقولوا لي حتى نتوما الراي ديالكم كيفاش جاكم هذا مكان. دابا البنات غادي ندوز نبارطاجي معكم واحد البيجامه اللي تقديتها في قبيله فاش كنت في السوق. قلت لكم غادي نمشي باش ناخذ لبنتي بالحق، ما زعما ما لقيتش شي حاجه اللي غادي تعجبني في السوق، ما عرفتش حتى الغدا نمشي نعاود نقلب عاوتاني، ما ربما نلقى ليها شي حاجه، حيت اصلا ما درتش بزاف صراحه عند الحوايج ديال الدراري الصغار. غنبارطاجي معكم غير واحد البيجامه اللي تقديتها انايا، طحت على واحد المحل البنات اليوم في السوق اللي كيدير صراحه اثمنه اللي هما زوينين. السيد يلاه حل معاه ملي سولته، يعني دوك هما البيجامات كان يعني كنعرفهم، كنعرف المحلات ديالهم وكل شيء. هاد السيد هذا يلاه حل، وبيني وبينكم كيدير اثمنه زوينين، حيت ملي غنوريكم بيجامتي ونقول لكم شحال شريتها. وحتى هو البنات راه ما اشهر ما تنعرفوش، انا اول مره كنتقدى عند السيد غير حيت عجبني تعامله، وحيت لقيت عنده بيجامات اللي كيبان ليا لا كاليتي ديال الثوب غزاله، شي حاجه زوينه كتبان، يعني بيجامه كي كنقولوا بقيمتها، وفي نفس الوقت داير لهم واحد الثمن اللي هو رخيص مقارنه مع المحلات الاخرين. حيت فاش كتمشي تبغي تاخدي بيجامه كتلقاي 500 درهم 600 شي اثمنه اللي كيخلعوا بيني وبينكم، وكنقول انا غير بيجامه غنلبسها غير في الدار، يعني ما كاينلاش نخسر عليها داك الفلوس كاملين. ملي لقيت عنده تقريبا بحال هذوك اللي كيتباعوا بهذا الثمن هذا، لقيتهم ثمن زوين، قلت والله تنشد عنده، لا كاخذ فيزيت على ود البنات ونحط النمره ديالو، واش الا بغيتو البنات عيطوا ليه ولا ما غنعرفش. انا نعيط لكم بعدا باش تقول لي نعيطي في سوق الحد، انا داك السوق الحد راه قلت لكم كيتلفني، ما كنعرفش زعما ما كنعرفش نعيط لشي حد اللي غادي نعيط ليه، فهمتوني شنو بغيت نقول؟ يعني غادي نخلي لكم غير النمره ديالو، حيت انا قلت ليه واش ممكن ناخذ النمره، هذا راه انا يوتيوبوز هذه هذا، قال لي ماشي مشكل نعطيك لاكارت فيزيت وعطاها ليا. داكشي علاش كيما قلت لكم البنات خلي لكم نمرتو، الا نتوما مهتمين تقدروا ما تقدروا تعيطوا ليه يقول لكم هو فين كاين. صراحه تلاقيت نيت مع شي بنات اليوم في سوق الحد، نوجه لهم تحيه كبيره. تلاقيت معهم سولوني على شي بلاصه اللي كيبيعوا فيها هكذا البيجامات زوينين، ونعيط لهم داك السيد تلقاوني الله خرجانيت من عنده، هو مشاو عنده. كنتمنوا المهم الا شفتوا هذا المقطع كتبوا لي في لي كومونتير واش عجبكم المحل نيت ولا لا. وبغيت نوجه البنات واحد التحيه كبيره 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 بزاف. خالتي مليكه اللي تلاقيت معها عند جميله، نقول لها زعما واحد الانسانه اللي طيبه صراحه، جلست معها تقريبا واحد نص ساعه ولا ما كاملاش كاع، ومن دوك الناس اللي اش نقول لكم كتحسوا بهم قلبهم بيض وزوين زوين زوين. دعات معايا يعني حسيت بها هذيك السيده زوينه من الداخل، زعما واحد الانسان اللي تقريبا قد الوالده ديالي، وحسيت بها ظريفه ولي عمرها دار، ودخلت لي خاطري بغيت نوجه لها واحد التحيه خاصه نقول لها زعما الله يخطيك وشكرا على الحب ديالك ليا، وشكرا على التشجيع ديالك ليا، الله يعطيك الخير، الله يحفظ لك وليداتك، هادشي اللي غادي نقول لك. وبغيت نوجه واحد التحيه خاصه لواحد السيده تلاقيت معها في سوق الحد اليوم، هي وقيله من فيينا، قالت لي وقيله لا بقيت عاقله، قالت لي ما كرهتكش توجهي لي تحيه، بغيت نوجه لها حتى هي تحيه كبيره وليكم كاملين البنات، يعني ماشي غير حيت يعني ماشي غير حيت ما كنذكرش الاسماء ديالكم، ولكن راه تحيه لكم كاملين كاملين كاع البنات اللي كيتفرجوا فيا، الله يخطيكم عليا. المهم انا كثرت عليكم في قوه البلا بلا، انا فيا الهضره بزاف عارفه راسي. يلا ندوزو دابا باش نوريكم نبارطاجي معكم البيجامه اللي تقديت. المهم البنات بالنسبه للبيجامه اللي قلت لكم ها هي، كتجي على هذا الشكل كما كتشوفوا، هي فيها 3 بياس. غير باش نتفاهموا البنات على واحد القضيه، والله العظيم ما تسالوني حلوف الا شاريه بفلوسي مخلصاها بفلوسي، حيت عرفتي شي بنات غير كنبان لهم حتى شي حاجه وحطت لكم لادريس ديال الناس ولا النمره كتقولي واش داها فابور، مع العلم انني الا شديتها فابور ماشي عيب، يعني الا كانت دايره بيبليسيتي وشاد الحاجه فابور ماشي عيب نهائيا. المهم ديال البنات مخلصاها بفلوسي، يعني كما قلت لكم السيد راني ما تنعرفو ما حتى شي حاجه، غير حيت عجبوني البيجامات عنده بغيت نفيدكم حتى نتوما، راكم عارفين وكيما تنقول ديما راه فوق ما تلقى شي حاجه فيها الافاده راه ما كنخليهاش لراسي بوحدي، اكيد كنشاركها مع صحاباتي اللي هما نتوما، كنقول لكم اي حاجه على الراس والعين وما عنديش مشكل. كيما قلت لكم البنات بالنسبه للبيجامه فيها 3 بياس بحال هادو، والله العظيم الا مشيت لبلايص اخرين محلات اخرين تمانيت في سوق الحد، الا القليله كيقول لك فيها 9000 ريال حتى 10000 ريال، 500 درهم تيقول لك حيت لا والثوب والكاليتي وما نعرف شنو، فعلا هذه لا كاليتي ديالها زوينه بزاف، هذه البنات خلاها ليا ب 250 درهم،
تاو على راسكم الا كنتو كتعرفوا تاو مزيان، راه ما تنعرفش نتاو اللي كنتو حادقين عليا كي كنقولوا راه تجيبوها بقل. المهم نتوما وشطارتكم نتوما واللي قال داك وشحال كتعرفوا تاو. خديتها كما قلت لكم 250 درهم، فيها 3 بياس. هاد الجيلي هذا اللي كيجي بحال هكذا في الابيض وفيه هكذا القبيب من هنايا، وهاد التحتاني ديالها كيجي كي بحال هكا، كتجي مستوره وطويله ماشي زعما شي حاجه اللي هي قصيره. وهرسيتو هاد الثوب البنات ما عرفتش واضح لكم مزيان ولا لا، عرفتي دوك الثوب كيكونوا رطبين رطبين ودافين بحال هكاك، عرفتي زوينه لا كاليتي ديال الثوب، زوينه بزاف عجبتني، ما كتبانش شي حاجه اللي هي سواقيه. والسريويل كيجي كي بحال هكا، وراه عنده اشكال مختلفين يعني ماشي غير هذه، فاش غتمشيو تختاروا زعما كاين كل ذوقه، ما عرفتش انا يعني كل واحد شنو كيبغي يلبس. والسروال ديالته هو رطب وكتحسوا بيه بلا كاليتي ديال الثوب زوينه. المهم انا عجبتني هذا، ما كان بغيت انا غير نشارك معكم هذاك السيد حيت فاش سولتو، حيت هو زعما ما عمرني ما شفت هذاك المحل، فسولتو قال لي راه انا جديد يلا حليت المحل تما وخديت عنده لا كارت فيزيت. غادي نخليها لكم البنات في صندوق الوصف، غنخليكم زعما نمرتو صافي. هذا مكان وتنمره ديال السيده اللي تقديت من عندها دوك لي زارتيكل حتى هما حتى هي، غادي نخلي لكم نمرتها حيت فعلا داكشي عندها رائع، وبغيتكم تشوفوا داكشي اللي كاين عندها، ضربوا طليلة عندها وتاخذوا فكره نتوما. ها هو كيجيو زعما مناسبات بحال دابا ذكرى المولد النبوي، جمعتكم الضياف تبغوا واش تحطوا حليوات واش هذا، شي حاجه اللي كتكون راقيه وزوينه كما قلت لكم. واخا دايرين 700 درهم ولكن كيستاهلوا ثمنهم بينو بينكم، شي حاجه اللي يا سلام يا سلام اللي قالت صاحبتك لي امينه كتعجبني عندك ديك يا سلام. هذا ما كان الغزالات ديالي، غادي نسد هذا الفلوق هذا هنايا، نقول لكم تهلاو ليا فراسكم وشكرا شكرا شكرا على الدعم ديالكم، شكرا على التشجيع ديالكم ليا، وشكرا على ثقتكم فيا، الثقه اللي كديروا فيا، وشكرا على الحب ديالكم ليا. الناس اللي كيتلاقوني على برا كيجيو عندي وسلموا ليا وقول لك كنبغيك وكنحماق عليك، انا كنحماق عليكم كاملين كل وحده بسميتها. يعني ديما غنبقى نقول لكم شكرا حيت يعني بلا بكم ما غاديش توصل القناه لهذا المستوى اللي حنا فيه الحمد لله. انا بالنسبه ليا غير هذا العدد اللي يعني ماشي واحد العدد اللي هو كبير بزاف، ولكن انا يعني مفتخره بكم، كنقول لكم شكرا في اخر كل فلوغ. غنقول لكم الغزاله ديالي تهلاو ليا فراسكم، حتى الغد ان شاء الله اكيد غيكون نهار جديد وفلوغ جديد، وتصبحوا على خير.